مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. كشف الكونغولي جاكسون موليكا نجم فريق تيبي مازيمبي الكونغولي لكرة القدم ان المواجهة امام الرجاء البيضاوي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لن تكون سهلة. واوضح نجم مازيمبي في تصريحات لإذاعة RFE الفرنسية انه كان يتوقع مواجهة فريق كبير في هذا الدور كرجاء والوداد، مؤكدا ان ناديه سيستعد بشكل جيد وسيكون جاهز لتحقيق الفوز على النادي الاخضر. وبخصوص مواجهة بين مالونغو ناديه السابق مازيمبي، اكد موليكا ان المواجهة ليست بينهما وانما بين فريقين كبيرين، مضيفا ان المهاجم الرجاوي قضى وقتا مع النادي الكونغولي ولديه حاليا اهداف اخرى رفقة النسور الخضر، وانه ايضا يبحث عن تحقيق انجازات مع فريقه. تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب بين الفريقين ستجرى يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 أو 7 مارس المقبل. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.